صباح الخير. اوف يا جماعة، صباح الخير. اوف يا خديجة. شنو يا بنتي، راك حبلة في الشهر الاول وانت تقول عليك حبلة بدنفير. الوليد راه قد الحمزة. حمزة وحسحاسة في عين الحسود. هاولو حم بدا على بكري. صدق مازالو فطاير شي فطيرة حتى كان بيردة ما نسينش. يا لطيف، وفيه وتدي ساعة حاجة عينيك جبت ستة فطاير، أما وينهم يرعمهم الرعمان اللي لفتهم؟ قول لي خدوجة، تمشي نمشي لعمك سعيد للفطاير نجيب لك حويرتين مقروض. زعما يا صدوق، أما هاو يقولوا زيت المقلي مش به للوليد. شكون قال لك هالهدرة؟ يا بنتي ما ثماش أعز من زيت المقروض للوليد. كيف يتولد أنسى حكاية المرض والطبة والتلقيح. يا بنتي هذا زيت يقعد بالعشر سنين ما يتبدلش، أعرف أنت تحط فيه مسمار يذوب بالعمل. حتى من الجرثومة اللي تقول بروحها جرثومة تموت من الريحة متاعو برك. يزي قززتني. أيا ما عادش هي فتاير. يلا خديجة هانم، شقولك ملا كان هكا نجيبولك فريكاسي حلوة وإلا فطيرة طيبة في الزبدة؟ ليه؟ أما شي هي كورنو جلاس. واه 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 واه، عادة مش وقته طو. تحب الطفل يجينا مستبرد ويعطس؟ فديت مش هيوي. يا بنتي مش مشكلة، اشتهي كيما تحب. خدوجة ما تسمعش كلامه، رد بالك راهو كاين شاوي راي مو موجود. راني قلت لك تدي انا امي قلت لك كي كانت عامله بيا شتات الفراولو تطبق الشتاء. يا اخي تعرف السهر تولدت انا عندي شهوه في ظهري. لطف على ولدي. يا صادق يا صادق، هذيك ما هي الشهوه، ضربه متاع تحت الموبيلات متاع المره الاخرى. يا ولدي انت امك اشتهت عجه بلاش مخ. يا اخي انت بابا جيت بلاش مخ. مالا انت امك ما اشتهت شيء، اذا كان جيت شيء تتخاطر انت راك الشهوه زي تتخاطر معايا. قالها راجل نتخاطر معاك. باه اختي خديجه، شنو رايك يلا توا في صحفه باللار معبيه فراولو بالكريم شانتي ومعها كعيبات لوز خضر وفوقهم بريجين بطيخ صغيرين وهذم الكل مشخشخين بشويه زهر ومعاهم كويس عصير المانجا؟ أخير يا صباح الفل، ياك جيت بكري اليوم. شنو جاي تبوينتي عندي؟ ديما زرارق حتى على الصباح. يزي بلا زرارق فادلك معاك يا راجل. هيا اقعد اقعد اعمل قهوه كحله. لا ما عينيش، مازلتك عملت قهوه في السوبر مارشي. ماني هزيت لها من الصباح بكري، كميه لا مش خالصه. بالله يا سيدي بشرك بالخير. واحنا زادا هوني في السوبرات عندنا بشرى. ان شاء الله خير. الا خديجه طلعت حبله. يا سيدي مبروك عليك. مبروك عليها وعلى رجال عليا. انا باش راسيلي توا نبدا نعاني سيدي من الغيابات نتاعها. توا تشوف بعد الولاده. حبلها عام كامل تروح بكري. علاش؟ باش ترضع ولدها. عاد ولو هذا حق من حقوقها. شو حق من حقوقها؟ وخدمتي يا سعيد انا. عزوز لا عاد انا ما نعرفكش هكا. انا نعرفك انسان حنين وقلبك كبير وكل حاجه ببلاصتها. الصغير راهو يلزمو لواء كبيره. يا تبديل كوش يا رضعة، مالا خدمة المرأة راهي ماهيش سهلة، يلزمك تعاونها وتضحي معاها وتراعي لها ظروفها إذا لزم. السلام عليكم، عامل هادي؟ شنو تبع فيا حتى لهنا؟ عارف يفركس عليك. علي أنا؟ مال علي أنا؟ إيما لاباس؟ لا لاباس، هو نعتني عليه قال لي تلقاه في السيبرات عزايز يقطع ويرايش في السيبر مارشي جديد. في السيبر مارشي جديد يقطع ويرايش في عزايز. بالله بالله. باهي برك ابدا من الاخر. ما هو سعيده اللي تخدم في القشي جاها الحس في الخدمه، دوب ما وصلت للسبيطار ولدك يا اخي عارفه هاكا حاطك في القشي باش تعوضها حتى يوفى كونجي الاولاد نتاعها. هكا شبيه يا اخي عارفه ضغط عليه الدنيا؟
ما خلي كان انا باش نعاود للي سعيده هي انا اش مدخلني ما لا نساعد هما يودوا واحنا نبقاو نعاودوا فيهم شبيني يا اخي انا نقص خدمه تضحك اش بيعمل هادي خارج مزروب كي التليجرام رصات له في الجيشي جيشي بتعاش وعليكم السلام انت سلام سي عزيز ما نزاد لهم بوستاجي صغير في البوستة يخي خرج يجري يخلطش على كاس زرير حق اخويا انت زادة مبروك اللي باش ينزاد لكم ريتك العملة سي عزيز انت ما قلت لها مش وقته مانيش حاضر المصروف الولادة ايه عندك الحق وني عندك الحق كل خطوة بحسنة إلا ما تقول لي دي ما نعمل دورة وعكلة على دبش الصغار وحوايجهم والموبيل يمتاعهم حوايجهم قد ما يصغاروا قد ما يغليوا صحيح وما زال لكم توا تدخلوا في الكوش كوش ايش استنى فيكم انت نسيت حليب الغبرة الحكة في حق 10 بكوات حليب نبهت على خديجة نبهت عليها قلت لها تقعدي ترضعي في الطفل حتى لين يدخل للروض أكاو ملا توا يلزمك تبيع الكاميونة هذيك وتاخذ كاميونة ما أكبر نعم بيع الكتكات متاعي هذيك نحبها ونموت عليها تعال أقل ما يلزمهاش كوش قل لي من الصغرى مسنسها بقل مصروف سي عزيز نهي لقيت حل للمصروف ازاي شنو هو؟ عملت دورة وعكلة ودبرت تفتوفة فلوس شريت بيها جلبة علالش قلت ندبر راسي مادام العيد الكبير قرب تعرف بضحك ولعب تنجم تصور الخير والبركة اي سيدي نحكي لك حكاية هي عندي صاحبي طبيب كل ما يقرب العيد الكبير يدخل الكشارة متاع العلالش ليني يغوص سي عزيز انا عندي مشكلة وعلى ذاك قصدتك تفضل ما عنديش وين نبيت العلالش حتى خديجة قلت لها نفرغوا بيت الصالة وبيت الفطور ونفرشوهم بالقرد ونخليه العلالش تسرح وتتعشعش حرنت لي وقلت لي لا اولا خاطرنا نسكنوا في برطمان وثانيا خاطرها ما تحملش ريحه العلالش ما حقهاش كيكست الحقيقه نتاع ربي شو برا سرحوا لك في الصاله وبيت الفطور يا اخي بشكل زليز هما تاع زايز نعم من وقتها نفركز على شريك معايا نعم ندخل بالعلالش وهو عليه المباته والتعشعيش والمربوح قسامه عاد انت بحذاك خوك عزيز وتلوج على شريك تقسم معاه المربوح يا سيدي اعتبر مشكلتك تحلت انت تجيب العلالش مادامني انا فرغت الدبو خديجة اش بيك هكا مبزع على الكرسي تقول فيش كان تاع زهر ما عطي عاملة فيا ليزي عبيتها قد قد حتى ما عطي عم تفتق وليزي بالبسط باقي تتشهى ما يديك غلطتي الحاجة اللي نرمي فوق عيني نشتيها تعديت قدام الياغورت اكليت حتى بشمت وقفت قدام الشامية وليت بسم الله العظيم نبعث فيها بالمغرفة ما فهمتش شنو نعمل يا بهجوج ننصحك برائق في بحضة الجافيل والصابون تو تهدى انت يا اخي تفادلك قمت الصبيحة غسلت وجهي عجبتني ريحة الصابون في وحا يا اخي شربت قهوتي بالخبز وتشيشة صابون في عود الزبدة والمعجون كنت رمى بنو يا بهجوج ما كنت رمى بنو معجون ما تقوليش معجون اسمي ربي يزيني فك عليا تينا ربي وحده سبحانه يعلم بحالي كيفاش وانت تذمر عليا وعليا يا لطيف بهجوج ما انا شريت بلال تجدد وما قلتليش وانا مهبوله باش نقول لك اللطف نخاف تنقز لي على وذني تقرمشها يلا خديجه زعما السلام عليكم
عسلامة سيدي. تختار في سكينة؟ شفت مشبه اللي في دينيك هذيك؟ تعرف مولى المعمل الأصلاني هو عزيز 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 عزيزي، كان يصنع في السيوفة الجيش العرب. على هذاك خسروا حروباتهم، عملوا لهم سيوفة يديهم بلاستيك. تعرف إيش أقول لك؟ بخلاف السكاكن غدوة خالتي نن علال الشعربي من السباس بالعليا، والله بالمضامين متاعهم، رعيل الكليل والزعتر والحشيش الكل، تعرف تجب تبوسهم من فمهم من كثر ما ريحتهم باقية. هذه اللي تجب تعمل بها مضربة بشوية. وانت تقرأ لي في المنشور كله جاي نشوف نلقاش سكينة كيف اللي كانت عندي البارح. يا أخي انت كل يوم تشري سكينة؟ لا أما البارح وأنا مروح لداري بعثتني مرتي نمضي في السكينة، طاحش علي الليل ظلمتش الدنيا. أنا دوب ما خذيت الدورة ونتيح على دورية متاع أمن. بالله يا أخي خوي ضربوا فيه الضوء، طلعت نشبه الواحد مشبوه فيه ويفركسوا عليه. طلبوا مني بطاقة تعريف، أنا جبت السطوش والسكينة طاحت من تحت الفيستا. طيب إيه أيوه وش صار بعد؟ ترموا علي، هزوني للمركز وما سيبوني إلا ما ثبتوا في بطاقة التعريف متاعي. يا الحمد لله، معناتها في الأخر سلكتها. زال زال جايك الحديث، أنا مروح كنس كنس مع الحيط ويعرضوني جماعة باندية يفركسوا على نفس السيد اللي تفركس فيه البوليسية. أيوة السيد اللي شبه لك هذا؟ لا أنا نشبه له. أي صحيح عندك الحق، ماهوش كيف كيف، أنت تشبه له ولا هو يشبه لك؟ وكيف ما العادة غلطوا فيها، هما تلموا بيا وانا دخلت يدي تحت الفيستا باش نخوفهم، ستوشي طاح ولا فكهولي وهرسوني بطريحة وهربوا. هي لكن خويا ما قلتليش توا السيد هذايا اش عمل؟ السيد اللي شبالك واللي فركسوا عليه الناس كل ما نعرفش، يا ريتني نلقاه باش نسأله. مالا توا جيت تفركس على سكينة تعوض السكينة بتاع البارح؟ انا ابدا، وانا ما زلت نشري ولا ندور بسكينة. تدبوا فرقتوا كل الكل، وش بيك تتكلم بشوية؟ ما نعرفش، ما وانتي كل ما جيت عمل مشروع في جديد يطلع الحكاية مخالفة القانون جملة. سيوة مخالفة، أنا نعرف في أمور مخالفة للقانون، صحيت كسي الشباب طو أنا ما كنت حب الرب يعلالش في داري ولا في محلي نتسمى مخالفة القانون. شو عربي يا مش تربي العلالش في الدبو بتاعي تجيت عليها كب؟ علاش لا؟ ما اللي كنت مربي فيه بقرة، علاش ما ربيش فيه العلالش؟ اسمع، هو أحمد رجل خديجة جاي وبش يجيب معاه العلالش والتبن، برمشي انت حل الدبو ها باش نبشو فيه التبن وتحضر لهم بانو متعباء باش يغسلو. باش يغسلو؟ لا باش يعومو. تشليه تصديك البقري هذي؟ قول لي عرفت وانتي كي ناوي تبيع العلالش تعود فيهم في الدبو بتاعي؟ ما صرحهم في السوبرات باش هكاك الكريكولات يروهم ويمززوه وياخذوا على رواحهم. لا علاش؟ هاك انت سارح في السوبرات يزي والكليونات يراو مشتره من السلعه اللي عندي. سبحان الله، ما عندنا عدروس ولا كبش. هاي المرة هيدي وكاهو. يا بنتي يزي من ماكلة السكر راك مش توفيه، أتوفيق بك عرفي لما يوريك. خطيني منيش أنا، هو علي كان يتفاهم معاه. هو فيفا عرفت لي هو وليد. اي وهو وليد مالا شنو هكا من الشهر الأول تعرفش تعمله في الشهر الثالث برا عمل له أشعة باش تعرفوا باش يطلع يخدم. خديجة توك يطلع وليد اش باش تسمي؟ باش نسميه على اسم جدي يرحمه شيدلي. اسمح له شيدلي مش هكا جوج ما؟ اما سيد احمد راجلي يحب يسميه على اسم جد بوه التابعي. وعليا مسكين باش يقعد اسمه يتبع حياته الكل. ايو كي تطلع طفله تفهمتوش يلخر على الاسم ولا شيء؟ انا قلت نسميها لينا على اسم عمتي، وهو يحب يسميها فيزا، قال شنو
باش يوليو عاد طولها في زحمة. شو أبو عز اليوم سبقتني زادة قاعد تشم في ريحة خايبة ولا أنا نستخايل؟ تدام شميت جاي أنا شنو؟ تكونش اليوم جاي بس بدري زادة لا 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 يا سيد زيت ببشلاك تهنيت من مين الريحة؟ كنت في الدم وفما كردونة من كردن السلعة فزدت ما فما حتى كردونة كي كي العادة عارف قالي فرغ الدبو من كردن الكل فرغ الدبو من كردن الكل علاش؟ ما حد في فيه لا 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 علاش هكا صادق وتقولي ما ثماش ريحة خايبة تو هكا اشتهبني وعليه لا 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 علاش ريحته خايبة بالعكس انا نموت على ريحته بالبنينة عاد انت عادة ولا علاش ابني عم هكا هكا معزدك شبيكم يا اخي شبيكم لكلكم عليا الايامات انت راني كرهت الخدمه معاكم في السوبرات هذه هذه ما عادش سوبرات خويا ولات رحبات نتاع غنم صحيح يا زعما صدى ينطع الكبش وقرونو كيما نعرف انا اهلا باللدوجه شي حوالك اهلا بساع زين انت هاك شد الكاسه يا اخي فيني الا خديجه إلا خديجة ما يحبنا الحمد لله عليها وملي ولات تتوحم ولات تغلط لي في الحساب مسكينة وانت باقي ما ماشية جاي على تركيا كي العادة آه باهي شحواسي مجيد راجلي لا راجل أمي لبيس يحمد ربي ويشكره قولي باش تذبحوا سنا شكون راجلي في لبيس بعدها مش ضحيوه؟ اي ان شاء الله كان لقينا علوش مرفق علاش تعبتي انت ماشي جاي على تركيا؟ علاش ما تجيبش علوش تضحي به؟ وعلوش ترجع بيه حق التذكره يعطيك يا سي عزيز قديش كدكيك لا 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 والله بالمجد اسمع اقول لك اللدوشة جبت علينا شحطته في الدبو ها؟ علاش ما نقرتسلكش وحي ذكية؟ والله وحتى سوهم زاد رخيص من الكل وباقي شد الدق بتاعك لا 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 والله بجدي نحكي لك عندي حلالش يركبوا 66 كيف قل لي يا اخي هالريحه الخايبه منين بسم الله انا نسيت اللي اختيجه ملي حبلت ولات كثالو بتشم على بعد 20 كيلومتر دوجه حسب سيب وعز بتاعكم هذا قال لك العلاج اللي عندنا في الدبو وهو اللي عامل الريحه دبو علاش في الدبو يا اخي في بالكش خديجه لو قال لك اللي عارفك وراجلك عاملين شركه متاع قشاره علالش مثبت اللي تم علالش في الدبو شنو مثبت شفتهم كيما نشوف فيك انا تو قدامي فيهم اللي عنده ربطيه صغيره من هنا للعيد الكبير يخرجوا وفما اللي يذنوبي كان يخرج قبل العام الجاي بالله بالله يا سيد احمد اذا الكل على خاطر ما خليتوش ميتهم في الصاله ولا في بيت الفطور يا بنتي خير لك ولا راك توحمتنا على عليلش صغير وجبتنا خروف يبكي على الظروف اي تفضل مدام دوجه تفضل مرحبا على سلام بيتكم يا جماعه مبروك يا خديجه عايش كبير فيك خديجه برمشي في سعشد الكاسه واحده في سعه اي تفضل تفضل يبرع عاد اخرج برا شد الكاسه كيما قال لك عارفك قبل ما يخرج من قاعه العرض بتاع العلالش والعز يا اخي هذيك مش دوجه تركيا اللي دخلت مع عارفين هذيك هي وفما شكون يعيط لها دوجه اسطنبول على ما تقضي من تركيا وتعبي في سلعه وحوايج لا 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 هذيك نعيطوا لها دوجه مربوع حتى هي يا خويا خدمتها مربوع في مربوع يا ولدي مو صحيح اللي تقول فيه نعدونا دوجه مربوع اللقب نتاعها ما يماخذ سيد مجيد من مربوع على حلايبي تفضل تفضل من حلايبي ساع زيز نثبت اللي يذم علالش انتي هون في كبر لقطات سي نهري قل لي ضعاف من عند ربي ولا عامل لهم ريجين ونعرف عليهم انا هذاك عودهم وكهو ربي يزيني حطهم طرف قرد شيح ويحبهم يسمنوا قرد شيحة تعرف ان القرد هذاك اغلى من البقلاوة يا ولدي يلزمهم يخرجوا ويسرحوا في النهار البرة فهمت لزمهم الحشيش الاخضر
ما كانش من هنا العيد الكبير بيحهم قضي الطول. أي بخاطركم يا جماعة. أبعث أبعث سي مجيد هو يفهم في العلالش. أسمع صادق، من اليوم نحبك تخرج العلالش وتسرح بيهم في البطحة المقابلة، داكوردو؟ تتفاهمنا من الليلة نروح لك بيهم باش مين بالعشيش. كسكسلو يرجع لصلو. وانت سي معز باش تعود زادة تخرج تسرح مع الصادق. انا عارف شو عملتك باش تعاقبني؟ انا عاقبتك رويا نعاقب فيك، قلت لك باش تخرج تعاون السارح الصادق. سامحني يا اختي. تفضل بركز على علوش حلي. شنو 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 تعدي في وقايه سيادتك هوني انت يا بكش تخالها مصيبه؟ شبيك نرفزت يا بنتي؟ سمعت اللي عندكم علوش حليب؟ قلت مش قلت تلوج على علوش حليب بحضر يا غرت. عيطون عيط لك العلوش راي بس مو صادق ينضحك يجيبك في القصه. شبيك بهيجة ما لاباس؟ ها تفضل خويا. ها سي العويز بيعدي في وقايه. نعم وقايه ما تعرفش اللي سوبرات هذه محترمه. اي برمش يفجر الطاقه نتاعك في جده مش جد. ايش عندي قلت له انا سالت على علوش حليب. علوش حليب صحيح. ما سمحنا يضر لي البنيه ما فهمتكش صحيح. عندنا علالش حليب من البريمه. تحب تقلبوا حيط؟ شنو عارفي تشجع فيه عريق البارده باش نحرقك ان شاء الله. يا اخي في بالكش نبيعوا في العلالش في الدبو؟ سمحنا اخويا قل لي كيفاش تحبوا بابا العلوش؟ كبير صغير بالقرون بلاش يبعبع بالعربي يبعبع بالسوري. لا لا ما نحبوش كبير. ما انا راس ورويس قدنا كيز. اما لا ليا لا قرونه. علاه اخي اخي باش تعلقوا في المرايه نتاع الكهرباء؟ لا لا باش نذبحوا. انت مو اخي تو هي الفايده في الحم، انت مو الفايده في الضحيه. صحيحه. وقل لي قداش تحب عمره هالقطوس العلوش بتاعك هذا؟ نحب ولد سنام ما يفوتش. اه ولد سنام معناتها مازال ما دخلش الروضه. لا مازال تعرف كيفاش برا عزني بالعلالش تو انا نعقله من سنيه. سنيه عاد هذا حسب الاوصاف بتاعك مازال ما عنده السنين هذا يا دوبه يحبو. يظل لي فيه علوش حليب غبره تو مشيناش للعلالش. سمحنا انا بعثتهم يسرحوا في ساقيهم شويه. ماني قاعد نحافظ لهم على اللياقه البدنيه نتاعهم. انا الوقت بتاعهم منظم ياكلوا بالوقت ويرقدوا بالوقت. بون تو بربي انت تعشحش فيهم للعيد ولا الكاس افريك؟ شو كاس افريقيا؟ انا ناوي نوصل بيهم حتى للنهائي. هذا اذا ما حيلش عليهم الحكم. ملا فضايح ملا فضايح ملا فضايح. شقالك شقال عليك سي معز يسرح بالغنم في البطحه؟ تشم الحوايج نتاعي تقولش عليا بيت بحذاهم. زعي انا روعه عملت جو خشينيس بالعقد وبالغص وقت اللي هربوا علينا العلالج وهوتي قاعد تحصر فيهم بالغادي. جاب ربي ركحونا في البطحه. قول لي صادق يا اخي البطحه هذيك مش كانت مهمله ومسخه؟ تلقاها هذه المطره تاع وهوت البارح طلعت الحشيش والنوار. حتى هم على الشعرفي قلت عليهم عندهم قداش ماكلوش الماكله دخلوا عليها هات هات حتى من النوار ما فلتوش. صحيح. ماما معز وين ماشي؟ ماشي نعمل حمام اخويا قبل ما يتملاها على الاقل نحي وسخه. باهي اصبر نخلط عليك. مانيش ماشي الحمام الحومه راه ماشي لابعد حمام على الاقل كي طردوني ما يعقلني حد. استنى انا جاي معاك. استنى يا خديجه حضرتي؟ صحيتك يا سيد احمد. اش فهم؟ قلت لك العلاج في داري ليه؟ يا اخي وصلتهم لي الخدمه يا مراه. راهو افار ربح 100%. ما خير ندور الزيرو ولا تصدم علي الولاده وانا ترفر هكا. اللي يسمعك يقول صدم على مرمه يا ولدي راهو ليد صغير قد الطرف. قد الطرف اما مصروفه مش قد الطرف. انت شبيك مأول هالحكايه؟ ماني دورت على الموبيليا والحوايج ولعب الصغار لقيتهم نار ومسمار. عاد وخيتي كل حد يصرف على قد مكتوبه. لازم علينا احنا ناخذوا الحاجات الهيله. باي 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 خديجه هانم بنت لكبر تحكي هكا. سبحانه مغير الاحوال. الوليد هذا متاعك باش ينحي لك شوكه البشوات. الوليد متاعي شبيني انا جبته في الزهيزه؟ هذاك ولد مازوز انا نولده وانت تصرف عليه شرن ترن. يزيني من المصروف عاد لا توا كل حاجه نشريها نعمل لها فاتوره وكي يكبر يرجع لي فلوس. هاي انتهي قدام
مانيش اندهي، مانيش كتكت باشي قدامك، اندهي انتي. سامحني هاتي. بربي اختاني يا عزوز، لا عيني في فدلكتك ولا في ذمارك، الروح متاعي طلعت هالعشية. دي شنو هادي؟ هذا الكل على خاطر خدمت بعد الوقت متاعك؟ شفت؟ شفت الواحد كيبدا مستانس بالتكركير شي جرالو؟ كي يخدم بالحق، يتعب فيسع. آه من خدمة الجيشية يا عزوز. أي خليني نمشي، على خاطر غدوة نهار كبير يستنى فيا. هيا غدوة زادة بالشد الجيشي. لا غدوة مش يصبوا على الصباح. أيا صبا ميمونة. عسلامة. عسلامة. ساعة زيزة. نعم سيدي. تفضل. عسلامة. عسلامة. ما هو أنت مولا سبيراتا؟ إيه أنا بجودي. تفضل تفضل. وانت اللي قاعد تربي في العليله شهوني وتبيع فيهم؟ اي نعم سيدي، عندنا سلعه ممو. سي عزيز، كيفاش قاعد تعشعش فيهم؟ الطبيعه، الطبيعه هي الكل. انا نلمن لا بقرد لا بشعير لا بنخاله. الحشيش الاخضر هو الكل، انا ما نحبش نغش كليولاتي. تنجمش تقول لي وين يسرحوا؟ تيارض ربي واسعه، شنو؟ وين فما الحشيش يسرحوا. أي اليوم مثلا وين هزيتهم؟ لها البطحة المقابلة هذه، ها؟ قلت فماش ما يرقاو حاجة بيو طبيعية ياكلوها في الهواء الطلق. سي عزيز، تنجم تصحح لي فيها الوريقة؟ وعلاش مزروبين بتصحح احنا؟ ما هو شوف السلعة ساعة قبل، شوفها جارانتي ولا؟ أي ما يصيرش، الثقة هي الكل. تفضل. تفضل خويا، يعطيك الصحة. هو محضر هذا؟ ايه نعم. محضر بتاع شنو؟ هذاك محضر باش البلديه تحجز لك على رشك. اولا ما عندكش الحق باش تربي وتبيع العلالش بدون رخصه وفي محل مسكر. ثانيا ما عندكش الحق باش تسرح بهم في الحدائق العموميه. حدائق؟ شو من حدائق يا ولدي؟ انا قلت لك هزيت علالشي للبطحه المقابله. يا سي عزيز، ما نزرعناها باش نعملوها منطقه خضراء، لكن بعد ما تعديت عليها علالش سيادتك اتمسحت جملة. مش عندنا الحق باش نعملوك محضر؟ باا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 ا